شو هي الأشياء اللي لازم يسويها مريض السكري أو مريض السكري بشكل روتيني مشان تكون أمورهم الصحية أوكي؟ لازم مريض السكري أو مريض السكري يسووا بشكل دوري، يعني خلال كل 3 أشهر إلى 6 أشهر تحليل الدم مشان السكر، تحليل البول مشان الزلال، لازم يسووا فحص عيون مرة كل سنة، لازم يسووا فحص للشبكية تبع العين خلال فحص العين، لازم يسووا فحص للكلية، لازم يسووا فحص للقدمين اللي بيسموه فحص القدمين السكرية مشان ما يكون في أي مضاعفات من السكر.